يتمتع الوافدون إلى دول مجلس التعاون الخليجي من مختلف أرجاء العالم بالأمن والأمان وبحزمة من القوانين التي تحفظ حقوقهم وتوفر لهم العيش الكريم بصرف النظر عن معتقداتهم وجنسياتهم وأديانهم. ويسمح لجميع العاملين على أراضي المجلس بحرية تحويل الأموال إلى مواطنهم الأصلية ليساهموا في حياة أفضل لعائلاتهم وأولادهم. تجسد دول مجلس التعاون الخليجي الأخوة الإنسانية بأرقى معانيها لجعل العالم مكاناً يتسع للجميع بتسامح ومودة وتعاون. إنها الحقيقة بدقيقة.